أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية سهيلة في حي البطين بمدينة كلباء، ليتم تسليمه لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحضور رئيسها سعادة خميس السويدي والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة. بتكلفة بلغت 6 ملايين درهم، تم إنشاء مجلس ضاحية سهيلة بمدينة كلباء وتسليمه لدائرة الشؤون الضواحي والقرى بالشارقة التي تعكف على إنشاء مجالس في كافة أنحاء الإمارة لخدمة المواطنين في العديد من المجالات، وتأكيداً لدور المجالس في تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع والمسؤولين. تجارب سبقت في مدينة الشارقة والوسطى وكذلك في خورفكان دبا، واليوم نحن في مدينة كلباء نستلم أول مجلس في مدينة كلباء. أتمنى أن يستفاد من هذا المجلس من الأهالي، ونبارك لمدينة كلبة بداية العمل في المجالس، وبإذن الله إحنا راح في دائرة شؤون الضواحي والقرى راح نعمل جاهدين على استكمال هذا الاستلام بتأثيث المكان وتعيين الموظفين، وبإذن الله راح يستغل المجلس بالسرعة الممكنة. اليوم استلمت دائرة شؤون الضواحي والقرى أول مجلس في مدينة كلباء، وهو إجمالي لخمس مجالس بإذن الله سوف تكون في ضواحي مدينة كلباء. هذه التجربة ثانية تجربة في المنطقة الشرقية، وتأتي على نفس النمط وغرار التجربة في مدينة الشارقة. ويتضمن مجلس الضاحية صالات رئيسة ومكاتب إدارية ومرافق خدمية متعددة بإمكانها خدمة كبار السن وذوي الإعاقة. تبلغ مساحة المبنى الرئيسي 1000 متر مربع. يتكون المبنى الرئيسي من مجلسين بمساحة كل منهما 160 متر مربع وصالة رئيسية بمساحة 220 متر مربع. يضم المبنى أيضا مكتب للمدير وأربع مكاتب إدارية ومرافق خدمية. مجالس الضواحي والقرى تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين الأهالي وتفعيل المناسبات الاجتماعية للمواطنين. يأتي افتتاح مجلس ضاحية سهيلة استكمالا لمشاريع مجالس الضواحي ودورهم في تعميق الألفة الاجتماعية والتواصل بين أفراد الحي. لأخبار الدار مجلس سويدي من مدينة كلباء.